بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مهندس ياسر الليسي. طيب احنا كده هنتكلم على الجزء الثاني من الفيلم بتاع اللي هو تنفيذ وتسليح الايه الاعمده. طيب احنا حاليا دلوقتي هنتكلم على التسليح وكيف الايه التسليح في الاعمده. واحنا طبعا كلامنا النهارده زي ما اتفقنا بنتكلم على الايه على الشورت كولومز اللي هي هتتصمم على الاكسيال لود بس، ما فيهاش ايه ما فيهاش بيندنج مومنت. طيب مبدئيا بس لو احنا عندنا عمود دلوقتي، التسليح الرئيسي بتاع العمود بيبقى عباره عن اسياخ بالطول. طيب لكن الاسياخ دي بتبقى متربطه مع بعض بكنات زي ما اتفقنا. لو خدنا كروس سيكشن افقي في العمود هتبان الاسياخ عباره عن ايه نقط او دوائر، وهتبان الكان عباره عن خطوط. طيب هتلاقي دايما مفتاح الكانه اللي هو ايه بنفتح بيه الكانه او ساعات بيسموه قفل الكانه بيتحط دايما في كورنر من الاركان. هو كان الشرط دايما ان مفتاح الكانه او قفل الكانه ده يتحط ناحيه الكومبريشن سايد. طبعا عشان العمود بيأثر كله عليه كومبريشن يبقى الاربع اركان عندنا كلهم عليهم كومبريشن، فساعتها ايه يتحط في اي ركن مش هتفرق. طيب التسليح الرئيسي اللي هي الاسياخ اللي بالطول اللي احنا رسمينها بالازرق في الايه في الفيلم بتاعنا. طيب اقل فاي فيها اوكي بتبقى فاي 12، يعني اقل قطر ليها 12 مللي، واكبر فاي فيها بتبقى فاي 25. طيب عاده الاقطار اللي موجوده في مصر بين الفايات من 12 ل 25 ست فايات بالظبط، عباره عن ايه ممكن تلاقي المصانع بتنتج فاي 12 او 16 او 18 او 20 او 22 او 25. احنا عاده بنختار فاي من الست فايات دول واحنا ايه بننفذ الاعمده عندنا او احنا بنصمم الاعمده، واغلب الشغل وده مش شرط طبعا، لكن اغلب الشغل تبقى فاي ايه 16 او 18، لكن طبعا ده مش شرط. طيب مبدئيا بس في شويه شروط لما نيجي نحط التسليح الرئيسي. اولهم مثلا الاسياخ اللي عندنا دلوقتي اللي محطوطه في العمود ممنوع نحط اسياخ في وسط العمود، يعني بمعنى صح لازم الاسياخ تتحط فين على البرينتر الخارجي بس، يعني المنظر اللي قدامنا ده غلط، لازم الاسياخ اللي في قلب العمود دي تتشال لسببين مهمين. اولا احنا التسليح في العمود بيتحط مين لي غير انه يشيل كومبريشن بيشيل كمان بيندنج مومنت لو جه على العمود. طيب يعني طبعا اكيد يوم ما هنحتاج تسليح يشيء يقاوم شويه بنج هيبقى موجود في الطرف. تاني حاجه عندنا الاسياخ اللي في النص ديت ممكن تخلي واحنا بنصب الخرسانه العمود يعشش، عشان كده يفضل واحنا بنحط التسليح بتاعنا دايما ما يبقاش في عندنا اي اسياخ في الوسط. طيب ده اول شرط. حاجه تانيه احنا لازم عندنا دايما كل كورنر عمود يتحط فيه سيخ، يعني بمعنى اصح ايه مثلا لو عندك عمود مربع او مستطيل اقل عدد اسياخ تتحط فيها تبقى كام؟ اربع اسياخ. وعلى فكره الكورنر الخرسانه المسلحه عندنا بنسميه سوكه، يعني كورنر العمود ده يعتبر سوكه العمود. دايما يفضل ان كل كورنر او كل سوكه في العمود يبقى فيها سيخ ايه سيخ حديد، طبعا ده عشان يحافظ على الكورنر ما يبقاش ضعيف. انت خد بالك احنا بعد ما بنفك الشده الخشب بتاعه الاعمده ده الخرسانه لسه ما وصلتش للماكسيمم سترينث بتاعها، فبالتالي برضو الاركان هتبقى ضعيفه شويه، فده عشان يحافظ على الايه على الاركان. يبقى اقل عدد من الاسياخ في العمدان المربعه او المستطيل هيبقى كام سيخ كده؟ هيبقى اربع اسياخ. طيب في عندنا حاجه كمان برضو المسافات بين الاسياخ، مسافات بين الاسياخ عندنا بنسميها اس اللي هي السبيسنج. طيب المفروض دي تتراوح من كام لكام؟ المفروض ما تقلش عندنا سوري ما تزيدش عندنا عن 250 مللي يعني 25 سنتي، وده لسببين. السبب الاولاني اوكي او هو سبب مللي اساسي عشان الخرسانه ما يحصلهاش شرينكج، الخرسانه عندنا لما تيجي تنشف محتاجه حديد تكلبش فيه شويه، فالمسافات اكبر من 250 ممكن تشرخ. اوكي طب تاني حاجه عندنا المفروض ما تقلش عن 70 مللي يعني 7 سنتي عشان نعرف نصب الخرسانه عشان الخرسانه ما تعشش. وعلى فكره اللي مكتوب في الكود ان هي ما تزيدش على 250، وحته ال 70 مللي مش مكتوبه في الكود، فلو انت قللتها سنه مفيش مشكله، مثلا لو وصلتها ل 50 مللي 5 سنتي يعني مش مشكله، بس هي مش هتبقى كويسه في الصب. طيب الكفر بتاع الاعمده بيتقاس من السنتر لاين بتاع السيخ لحد الخرسانه من بره بيتاخد عاده 25 مللي يعني 2 سنتي ونص. طيب هنطلع من المعلومتين دول بحاجه تانية برضو، ايه هي؟ لو انت دلوقتي عندك عمود مربع تقدر تقول لي اكبر ابعاد لعمود يبقى فيه اربع اسياخ بس يبقى كام؟ لما نيجي نحسبها كده هو اكبر مسافه بين سيخين كام؟ 250 مللي، وكفر عندنا 25 من اليمين و25 من الشمال، يبقى اكبر ابعاد لعمود يتحط فيه اربع اسياخ بس يبقى كام في كام؟ 300 في 300. طيب احنا اتفقنا ان الاعمده المربعه او المستطيله اقل عدد اسياخ فيها اربع اسياخ. طب بالنسبه للاعمده الدائريه اوكي هتلاقي اقل عدد اسياخ فيها بيتاخد كام؟ ست اسياخ، لان احنا بنفضل وده مش شرط برضه لكن بنفضل ان الزاويه بين كل سيخ واللي بعده ما تزيدش عن 60 درجه. طيب في برضه عندنا شرط كمان بنستخدمه لما نيجي نوفر فلوس، ايه هو؟ لو احنا احتاجنا نحط قطرين مختلفين في نفس السكشن، يعني بمعنى اصح اضطريت مثلا تحط كذا فاي في نفس العمود. اوكي طيب ايه الشرط بتاعها؟ هما شرطين بصراحه. اوكي اول حاجه ان العمود يبقى سيمتريك، تاني حاجه عندنا
اوكي ان السيخ اللي في الكورنر يفضل الفاي بتاعته تبقى هي كبيره. طيب تالت حاجه ودي اهم حاجه، انه هتحط اتنين فاي في نفس العمود يفضل الاتنين يبقوا ورا بعض في الجدول. يعني مثال مثلا انا في مثال زي ده ما ينفعش احط في العمود مثلا فاي 12 وفاي 18، الفرق بينهم كبير قوي. طيب لكن ينفع احط فاي 12 وفاي 16 او فاي 16 وفاي 18. ليه بنفضل الاثنين يبقوا قريبين من بعض؟ لان انت لو عندك عمود او سيخ الفاي بتاعته كبيره قوي والسيخ اللي جنبه الفاي بتاعته صغيره، متوقع ان الاستريسز كلها تروح على سيخ الفاي بتاعته كبيره، يبقى سيخ الفاي بتاعته صغيره ما لهاش لازمه. لكن خد بالك لو الاثنين قريبين من بعض، يعني الاثنين ورا بعض في الجدول، ساعتها طبعا متوقع ايه اللي يحصل؟ الاستريس يتوزع عليهم هما الاثنين. طيب عندنا برضو معلومه مهمه قوي قوي قوي، لو نتكلم النهارده على اسئله لودد كولومز عمدان عليها هتتصمم على كومبريشن بس. فيها شرط اساسي ان احنا بنحط التسليح لازم العمود ده يبقى سيمتريك. ليه؟ لان تخيل مثلا لو انت حطيت تسليح يمين غير شمال، ايه اللي هيحصل؟ السي جي بتاع العمود اكيد هتشفت شويه ناحيه الحديد الاكبر. طب واحنا اتفقنا ان المفروض الاكسيال لود بتاثر في بتاثر في النص، يبقى ده كده معناه ان الاكسيال لود ما بقتش تاثر عند السي جي بتاع العمود. طيب خد بالك هنا هيبقى في عندنا حاجه اسمها اكسنتريستي، يعني بمعنى صح ايه؟ الاكسيال لود ما بقاش ياثر عند السي جي، فبقى في شويه مومنت. طب احنا عشان بما اننا مش مصمم العمود عشان يستحمل مومنت، يبقى شرط اساسي ما يبقاش في اكسنتريستي. عشان كده كان يفضل ايه اللي يحصل؟ ان احنا نحط التسليح يمين وشمال زي بعض، فبالتالي السي جي يبقى فين؟ يبقى في النص عندنا، فالاكسيال لود ياثر في السي جي فما يبقاش فيه مومنت خالص. طيب من هنا هنطلع بمعلومه مهمه، ايه هي؟ ان ده معناه ان لازم عدد الاسياخ عندنا في الاعمده يبقى رقم زوجي. ليه؟ لان انت عشان السي جي يبقى في النص، لو انت هتحط سيخ شمال محتاج تحط واحد زيه يمين، لو احنا هنحط سيخ فوق محتاجين نحط واحد زيه تحت، وهكذا عشان يفضل دايما ايه؟ سيمتريك عندنا. طب عايزين نتمرن شويه ازاي نحط التسليح عندنا في الاعمده، سواء اعمده مربعه او مستطيله او مدوره. مثال مثلا في الاعمده المربعه، لو انت عندك عمود ابعاده مثلا 700 مللي في 700 مللي، ومن التصميم طلع تسليح مثلا 12 فاي 18 12 سيخ، تقدر ترصهم بحيث ان هم يبقوا سيمتريك ومسافات بينهم في رينج من 70 ل 250؟ طيب الطبيعي ان احنا بنبتدي نعمل ايه؟ اساسي الاول لازم نحط اربع اسياخ في الفور كورنرز، دول اكيد موجودين. هبقى عندي من 12 سيخ 8 اسياخ. طيب وانا عندي اربع جنابي، والطبيعي ان انا احط ايه؟ في كل جنب سيخين. طيب بعد ما نرص الاسياخ ضمننا ان العمود سيمتريك، بس محتاج اعمل تشيك على المسافات بين الاسياخ. هنعمل ايه؟ خد بالك عرض العمود 700 مللي، هنشيل كفر 225 من اليمين و25 من الشمال، يبقى المسافه بين اول سيخ واخر سيخ كام؟ 650 مللي. في بينهم كام مسافه؟ ثلاث مسافات، يبقى نقسم 650 على 3 تطلع المسافه الواحده 216 مللي. طبعا 216 دي ان بتوين ال 70 و 250 تبقى كويسه ما فيهاش مشكله خالص. طيب افرض مثال، افرض مثلا احنا جينا نرص التسليح ال 18 ال 12 سيخ دول لقينا مسافه بينهم اكبر من 250 مللي مثلا. في الحاله دي نعمل ايه؟ خد بالك كده. طيب في الحاله دي انت محتاج تزود عدد الاسياخ عشان نقلل المسافه بينهم. ففي الحاله دي بدل ما اختار فاي 18 كان ممكن اخدها فاي 16. لو انا خدتها فاي 16 ممكن مثلا يطلع عدد الاسياخ 16 سيخ، يبقوا 16 فاي 16. فلما اجي ارص ال 16 سيخ دول ترجع المسافه بينهم اقل من كام تاني؟ اقل من 250. ماشي كده. طب افرض العكس، افرض مثلا من تصميم العمود طلع عدد الاسياخ كتير قوي قوي، طلع مثلا 32 سيخ فاي 16. لما جيت ارص الاسياخ لقيت المسافه بين الاسياخ اقل من 70 مللي، يبقى اتصرف ازاي ساعتها؟ اكيد ساعتها كان المفروض اختار فاي اكبر، اختار مثلا فاي 25، فيطلع عدد الاسياخ فيها 16 سيخ مثلا. اوكي، لما تيجي ترص الاسياخ ساعتها تكتشف المسافه بينهم ترجع ايه؟ تبقى اكبر تاني من كام؟ من 70 مللي. لكن عاده فاي 16 او فاي 18 بيطلع ايه؟ المسافه بين الاسياخ معقوله في رينج من ايه؟ من 70 ل 250. اوكي؟ طيب عايزين ناخد برضه عندنا مثال تاني. افرض مثلا عندي عمود 600 في 600 مربع وفي 14 سيخ. خد بالك 14 سيخ دول ما يقبلوش الاسم على اربعه بس رقم زوجي، يبقى ينفع برضه يتحطوا في العمود ولا لا؟ ساعتها نرصهم ازاي؟ اتفقنا اول حاجه نحط اربع اسياخ في الفور كورنرز، هبقى لي كام من ال 14؟ هبقى لي 10 اسياخ. طيب لما نيجي نحطهم على الاربع جناب اكيد جنبين مش هيبقوا زي الجنبين التانيين، بس المهم يبقى سيمتريك. فممكن ال 10 اسياخ دول يتقسموا مثلا 6 4، يعني ممكن مثلا احط ايه؟ 3 شمال و3 يمين، دول السته، واحط 2 فوق و2 تحت مثلا. هنا طبعا خد بالك الجناب يعني الجنبين فوق وتحت ما بقوش زي يمين وشمال، بس عايزين نعمل تشيك دلوقتي على المسافات بين الاسياخ، فخد بالك هنحتاج نعمل تشيك مرتين، مره بالنسبه للجزء الفوقاني
تعال نحسبها كده، مسافة من أول سيخ لآخر سيخ كام؟ 600 ناقص 25 و25 تبقى 550، فيهم كام مسافة؟ تلات مسافات، يبقى 550 على 3 تطلع مسافة الواحدة 183 مللي، بما إن هي بين 70 ل 250 تبقى معقولة. محتاجين نشيك ده على الجنب كمان، برضه مسافة من أول سيخ لآخر سيخ 550 اللي هي 600 ناقص 25 و25، بس هنا تتقسم على أربع مسافات. فتكتشف المسافه الواحده كام؟ 137 مللي، برضو في الرينج ايه اللي هي من 70 ل 250 تبقى برضو كويسه ما فيهاش مشكله، يبقى احنا مش محتاجين نغير الفاي. طيب الكلام ده خد بالك كله بالنسبه للاعمده المربعه. طب الاعمده المستطيله، وخد بالك دي الاشهر بكتير، اغلب العمدان اللي في العمارات اغلبها هتلاقيها مستطيله. طيب عاده بنعمل ايه؟ بنبتدي نرص التصليح في العرض الصغير الاول ونعمل تشيك عليه، لو مش محتاج اسياخ ثانيه نحط الباقي في العرض الطويل. مثال مثلا لو انا عندي عمود 300 في 1200 مستطيل في 14 سيخ، هبتدي طبعا الاول زي ما اتفقنا نحط اربع اسياخ في الفور كورنرز، هتبقى لي كام؟ 10. طب هنا زي ما قلنا محتاجين نعمل تشيك على عرض الصغير الاول، شوفوا محتاج اسياخ ثانيه ولا لا. المسافه في الاتجاه الصغير بين السيخين كام كده؟ 300 ناقص 25 و25 تبقى 250. طيب دي محتاجه اسياخ في النص؟ مش محتاجه اسياخ في النص. اوكي طيب يبقى مش محتاجين، يبقى يستحسن تحوش الاسياخ الثانيه كلها للعرض الكبير. طب ينفع نحط سيخ في النص ولا لا؟ ينفع لكن ما يفضلش. اوكي المهم لو انا دلوقتي اكتفيت بالاربع اسياخ دول في العرض الصغير، طيب هبقى لنا كام من 14؟ 10، مقسمين 5 فوق و5 تحت. ونرجع نعمل تشيك على المسافات في الاتجاه الطويل، مسافه من الاول للاخر 1200، هطرح منها كفر 25 و25 تبقى من اول سيخ لاخر سيخ كام؟ 1150. على كام مسافه في المثال ده؟ 6 مسافات، فتطلع المسافه الواحده 191 مللي، بما ان هي فرنج من 70 ل 250 يبقى مش محتاجين ايه؟ ان نغير الفاي. مثال تاني خد بالك في نفس المساله دي، لو احنا كنا حطينا سيخ في العرض الصغير في النص، ساعتها كنت هتيجي ترص الاسياخ في العرض الكبير، كان ممكن ساعتها تطلع مسافات بينهم اكبر من 250. طيب مثال كمان، افرض عندي عمود مثلا 450 في 800 وكان فيه 14 في 16، زي ما اتفقنا قلنا هنعمل ايه؟ هنحط الاول اربع اسياخ في الفور كورنرز ونعمل تشيك على مين الاول؟ العرض الصغير الاول. المسافه من اول سيخ لاخر سيخ في العرض الصغير كام؟ 450 ناقص 25 و25 تبقى 400. تنفع؟ بما ان هي اكبر من 250 تبقى طبعا ما تنفعش، محتاجه على الاقل كام سيخ في النص؟ على الاقل سيخ في النص، تبقى المسافه كام كده؟ 200، تبقى دي معقوله. يبقى انا في العرض الصغير احتجت 6 اسياخ، هبقى لي كام من 14؟ هبقى لي 8، نقوم حاطين 4 فوق و4 تحت. اوكي؟ طب محتاج اعمل تشيك على مسافات في الاتجاه الطويل، مسافه في الاتجاه الكبير 800، هشيل كفر 25 و25 يبقى المسافه من اول سيخ لاخر سيخ كام؟ 750. في المثال ده في بينهم خمس مسافات، يبقى 750 على 5 تطلع مسافه ايه؟ 150 مللي بالظبط. ماشي كده؟ طيب ده اتفقنا بس بالنسبه للايه؟ للاعمده المستطيله. طب الاعمده الدائريه، خد بالك كده لما تيجي تحط عندنا الايه؟ التسليح في العمدان المدوره. حاجه معلومه مهمه تاخد بالك منها، مش شرط خالص العمدان المدوره تبقى عدد الاسياخ رقم زوجي، لان انت كده كده العمود الدائري لما تيجي تحط التسليح بتاعك كده كده السي جي هيبقى فين؟ هيبقى في النص. طب بس بنشيك على المسافه بينهم ازاي؟ مثال مثلا عمود زي اللي قدامنا الدايمتر الخارجي بتاعه 750 مللي وكان فيه 16 سيخ. طب انا لما اجي ارص ال 16 سيخ دول لازم الاول احسب الدايمتر الداخلي. الدامتر الداخلي هتعمل ايه؟ هتطرح كفر 25 و25 يبقى الدامتر الداخلي مثلا كام؟ 700، لان خد بالك ده اللي هترص فيه 16 سيخ، محتاج احسب المسافه بين كل سيخ واللي بعده. طيب بدل ما اخدها ار في سيتا، في الاسهل تعمل ايه؟ هات البريمتر الداخلي، المحيط الداخلي بكام؟ خد بالك هيبقى باي في دي او باي في 700. طب ده المحيط الداخلي نقسمهم على كام مسافه؟ خد بالك عشان دي دايره، لو هم 16 سيخ هيبقى في بالظبط بينهم 16 مسافه، يا ساعتها تقول ايه؟ باي في 700 اللي هو المحيط الداخلي نقسمه على 16 مسافه، فتطلع مثلا المسافه الواحده 137 مللي، بما ان هي برضه ان بتوين ال 70 وال 250 يبقى برضه هنا يبقى ايه؟ يبقى التسليح كويس ما فيهوش مشكله خالص. ماشي كده؟ طيب عايزين نتكلم برضه على حاجه ثانيه هي برضه بسيطه لكن برضه يهمني ان احنا نبقى ايه؟ نبقى عارفينها. ايه هي؟ التنفيذ دلوقتي او خطوات تنفيذ وتفضل مثلا عمارة صغيرة. الطبيعي ان احنا بنعمل ايه؟ خد بالك كده ان احنا اول حاجة طبعا هنحفر الارض، اوكي حسب المنسوب بالظبط الايه بتاع الصيغ اللي قايلين عليه، وندق الارض كويس ونبتدي نحط الشدة الخشب بتاعة الاوعاد اللي بنسميها صندقة الاوعاد، اوكي الاوعاد العادية، وابتدي اصب الخرسانة العادية. طيب خد بالك بعد كام يوم نبتدي الخرسانة العادية تنشف، نفك الشدة الخشب بتاعتها. طب ونبتدي نعمل ايه كمان؟ نبتدي نحط الشدة الخشب بتاعة الخرسانة المسلحة. طيب ونصب الخرسانه المسلحه، بعد كام يوم الخرسانه المسلحه هتنشف، نفك الشد الخشب بتاعتها. طيب هبتدي اعمل ايه كمان؟ ابتدي احط الشد الخشب بتاعت عمدان الدور الارضي، وصب عمود الدور الارضي زي ما اتفقنا لحد انهي منسوب؟ لحد منسوب اعلى الكاميرا بالظبط.
بعد حوالي مثلا من 4 5 ايام هنفك الشد الخشب بتاعت الاعمده. طيب ونبتدي نعمل ايه كمان؟ ابتدي زي ما قلنا نبتدي نعمل بقى الشد الخشب بتاعت السقف اللي هي البلاطات والكمرات مع بعض ونصب السقف. طيب بعد ما السقف ينشف، وطبعا ده خد بالك بياخد له من 3 اسابيع لشهر على الاقل ولا حاجه حسب السبان بين الاعمده. طيب هنفك الشد الخشب بتاعت السقف وابتدي اعمل ايه؟ الشد الخشب بتاعت العمود اللي بتاعت الدور اللي فوقيه واصب وهكذا. طب ده كده معناه ايه؟ خد بالك ان دلوقتي الخرسانه عندنا ما اتصبتش كلها في نفس اللحظه، يعني بمعنى صح انا بقى في عندي خرسانه قديمه وخرسانه جديده. ايه اللي يضمن لي ان الخرسانه الجديده بقت رابطه في الخرسانه القديمه، بقت مربوطه بيها؟ بصراحه احنا دايما نيجي نحط هنا للتسليح بنعمله حاجه اسمها اشاير، يعني القواعد هنعمل اشاير للقواعد، الاعمده هنعمل اشاير للاعمده وهكذا. بتتنفس ازاي؟ خد بالك انا كان المفروض قبل ما اصب الخرسانه المسلحه القاعده الخرسانه المسلحه هطلع منها اسياخ حديد. الاسياخ دي بنسميها اشاير القاعده. طيب بتبقى بارتفاع تقريبا كام؟ متر او 40 الفاي. بنشوف مين الاكبر. 40 الفاي خد بالك ده اللي هو الديفولب لينس بتاع التسليح في حاله الكومبريشن، يعني اعتبرها مبدئيا متر مثلا. طيب دلوقتي المفروض احنا مطلعين اسياخ حديد اوكي من القاعده، وهنصب القاعده لايه؟ القاعده المسلحه. بعد القاعده المسلحه ما تنشف هتبقى انت شايف خارج منها اسياخ حديد. الاسياخ الحديد دي عددها كام؟ اللي هي اشاير القاعده، خد بالك دي اللي هتربط فيها التسليح بتاع العمود. يعني ايه تربط فيها تسليح العمود؟ يعني مثال مثلا انت المفروض كل سيخ من العمود هتربط باشاره خارجه من القاعده، فلازم تاخد بالك ان دايما عدد الاشاير اللي خارج من القاعده نفس التسليح بتاع الاعمده. يعني مثلا تخيل لو العمود ده كان فيه 10 اسياخ يبقى انا من القاعده هطلع كام اشاره؟ 10 اشاير. وفي شرط ان الاشاره الفاي بتاعتها ما تقلش عن السيخ اللي هيمسك فيها. يعني مثلا لو التسليح بتاع العمود سي مثلا كان فاي 20 يبقى الاشاره ما ينفعش تقل عن فاي 20 بتاعت القاعده. المهم هو انا تسليح العمود اللي هيتحط ده هنقصه لحد من سوق قاع الكاميرا؟ لا طبعا، ده احنا بنكمله عشان يسبق في العمود بتاع الدور اللي فوقيه. يبقى خد بالك من حاجه، انت لما تيجي توقف منسوب الصب بتاع الاعمده ماشي، طيب بتاع العمود نفسه، هتلاقي بعد كده في اسياخ حديد طالعه بارتفاع تقريبا قد ايه؟ مجموع حاجتين، تخنت الكاميرا زائد متر برضه ماشي. خد بالك احنا المفروض لما بنصب العمود وبعد الخرسانه ما بتنشف بتشوف اسياخ حديد طالعه منه، ده عباره عن مجموع حاجتين هما ارتفاع الاشاره اللي هو في حدود متر زائد تخنت الكاميرا كمان. طبعا خد بالك بعد كده المفروض هنعمل ايه؟ بالظبط كده، هنحط التسليح بتاع البلاطات والكاميرات ونصب السقف، وبعد السقف ما ينشف عايز اربط فيه العمود الفوقاني، فنحط التسليح بتاع العمود الفوقاني هتربط في الايه؟ في الاشاره اللي طالعه اللي هي في حدود متر. بس اخد بالك من حاجه، ايه هي؟ دلوقتي تخيل لو العمود اللي فوق 8 اسياخ والعمود اللي تحت 10 اسياخ، هنطلع كام اشاره من تحت؟ هنطلع 8. انت الاشاره بتطلع دايما بنفس عدد التسليح اللي هيسبق فيه، يبقى ساعتها خد بالك العمود اللي تحت اللي فيه 10 اسياخ ده هنطلع منه 8 اشاير اوكي، ونوقف منه سيخين عند نهايه الكاميرا، نهايه الكاميرا من فوق اوكي. وساعتها خد بالك الثمان اسياخ بتوع العمود الجديد هيتربطوا عندنا بالايه؟ بالثمان اشاير دول ماشي كده. خد بالك دي كده عاده تعتبر الايه؟ المراحل، ودي كده تعتبر اهميه الاشاير بالنسبه لنا. طيب في برضو معلومه ثانيه لازم نبقى واخدين بالنا منها، ايه هي؟ تخيل مثلا لو انت عندك عماره فيها ادوار كتير، بالطبيعي كده لما نيجي نحسبها، طيب عمود الدور الاخير شايل فوقيه كام سقف؟ سقف واحد بس. طب عمود الدور اللي تحتيه شايل سقفين، الدور اللي تحتيه شايل 3 اسقف وهكذا. يعني واضح عندنا ان كل ما ننزل تحت كل ما تلاقي الاعمده بتبقى شايله ايه؟ اكسيال لود اكبر بكتير. فشيء طبيعي ان طبعا انهي اكبر اعمده عندنا؟ اكيد طبعا عندنا الدور الارضي او البدوم واتيفر اللي هو اخر حاجه تحت. طيب فالمفروض لما نيجي نصمم اكيد طبعا شيء طبيعي ان احنا نبتدي ايه؟ ان احنا عندنا نبتدي نصمم اوكي الاندام بتاعت الدور الارضي الاول، دي اول حاجه هتطلع ابعادها كبيره. طيب بعد كده خد بالك حرام عليك تاخد انت كميه الخرسانه والتسليح دول تكملهم من حد فوق خالص، فالطبيعي ان احنا عشان نوفر بنعمل ايه؟ بنبتدي عندنا نقص من العمود ده كل تقريبا دورين، يعني كل دورين نبتدي نقلل ابعاد وتسليح العمود. فالطبيعي ان انا المفروض هعمل ايه؟ بعد ما اعمل القاعده هبتدي بعد دور، يعني هبتدي ايه؟ اصمم اندام الدور الارضي واطلعها هي وابعادها وتسليحها دورين، بعد دورين هرجع اصمم تاني اوكي اطلع ابعاد وتسليح تانيين، طبعا الابعاد هتقل وتسليح هيقل، وما ينفعش تسليح العمود الفوقاني يبقى اكتر من التحتاني، خد بالك الموضوع ده. بعد دورين هبتدي اقص تاني، ابتدي اصمم تاني وهكذا. طيب يعني واضح ان احنا المفروض كل دورين تقريبا نبتدي نقص من الاعمده عشان نوفر. طيب خد بالك من حاجه، موضوع ان انت تيجي تقص من الاعمده ده بنقص عاده قد ايه؟ عشان بس سهوله التنفيذ، ان انت المفروض كل دورين بتقص تقريبا من العمود 5 سم يمين و5 سم شمال، يعني كل دورين تقريبا بنقلل قد ايه؟ 10 سم. وبصراحه في التنفيذ احنا بنفضل كل دورين 5 سم مش 10 سم.
ماشي. لكن المهم الماكسيمم بتاعها كام؟ 10 سم. خد بالك الكلام ده لو العمود ده موجود في وسط الشقه يعني ينفع نقص من ناحيتين. طب افرض عمود موجود على الواجهه ماشي، طبعا ما ينفعش نقص من ناحيه الواجهه، فبالتالي هتقص من ناحيه واحده بس. هنا ممكن نقص 10 سم مره واحده كل دورين. وانا ما بفضل شخصيا بصراحه ما بفضلش الموضوع ده. ليه؟ لان انت لو قصيت 10 سم مره واحده ايه اللي هيحصل؟ السي جي بتاع العمود الفوقاني بقى بعيد قوي عن السي جي بتاع العمود التحتاني، فبالتالي بقى في عندنا اكسنتريسي فتعمل مومنت كبير على الاعمده. يفضل ان احنا كل دورين نقص 5 سم، لكن انت ينفع مسموح لك لحد كام؟ لحد 10 سم كل دورين. طيب خد بالك الموضوع ده برضو يفرق معانا في الاشاير. احنا الطبيعي لو العمود اللي فوق زي اللي تحت انت هتعمل ايه؟ زي ما قلنا هنطلع اشاير من العمود التحتاني زي ما قلنا بارتفاع تقريبا متر او 40 الفاي، ونربط فيه في عمود ايه؟ تسليح العمود الفوقاني، مفيش مشكله. المشكله دي هتقابلنا امتى؟ في الكونكشن لما نيجي نقلل عرض العمود، لما نيجي نقلله 10 سم. انت ساعتها ما ينفعش تطلع الاشاير من تحت اوكي مكمله ستريت على طول، والا هتطلع لك بره في الهواء. فالطبيعي اللي بيحصل ايه بصراحه؟ ان التسليح طول ما هو ماشي في العمود ماشي راسي. طيب هيجي في حته الكاميرا هيبتدي يتني يميل ويرجع تاني في العمود الجديد يكمل لفوق. بس خد بالك ان احنا نربط ايه؟ تسليح العمود الفوقاني بالعمود الايه؟ بالعمود التحتاني. ماشي كده؟ طيب بس ده خد بالك هيعمل لنا ايه؟ بالظبط كده هيعمل لنا مشكله صغيره. ايه هي؟ السيخ النايل دوت فيه شروط. ايه هي؟ المفروض طبعا انت خد بالك السيخ النايل ده مايل جوه مين؟ جوه الكاميرا بالظبط. المفروض شرط كده ان الميل بتاع السيخ دوت ما يزيدش عن كام؟ 1:6. يعني ايه 1:6؟ خد بالك يعني 1 افقي ل6 راسي. يعني برضو عايزين نفهمها اكتر. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش الميل ده مثلا يبقى 1:5 او 1:4 او 1:3، لكن ينفع يبقى 1:7 او 1:8 او 1:9 او 1:10. كل ما السيخ ده يبقى شبه ستريت كل ما يبقى احسن. طبعا بنعمل تشيك على الميل ده ازاي؟ انت قصيت من العمود مثلا 5 سم، دي الحته الافقيه. ارتفاع الكاميرا هيبقى عندك، تقدر تقسم الطول الافقي 5 سم على ارتفاع الكاميرا. مثال مثلا لو تخنت الكاميرا نص متر 50 سم، وانت خدت من العمود 5 سم بس، يبقى الميل ده 5 سم على 50، يبقى الميل ده 1:10. طبعا لو اقل من 1:6 يبقى كويس ما فيهوش مشكله. لكن افرض الميل مثلا للاسف كان اكبر من 1:6، ساعتها نعمل ايه؟ ساعتها هنضطر نعمل حاجه اسمها وصله. ايه الوصله ديت؟ هتاخد انت تسليح العمود التحتاني يطلع لحد نهايه الكاميرا ويقف كله. طيب وبعد كده هجيب وصله حديد تتحط بين العمودين. خد بالك هتبقى داخله في العمود اللي فوق متر او 40 الفاي، واللي تحت برضه متر او 40 الفاي. يعني المفروض طول الوصله دي في حدود قد ايه؟ 2 متر تقريبا زائد تخانه الكاميرا. طيب الوصله دي محطوطه عشان اربط فيها انهي تسليح؟ خد بالك تسليح العمود الفوقاني. فبالتالي يبقى الوصله دي هتتحط طبعا تبع انهي اسياخ، او عددها نفس عدد انهي اسياخ؟ نفس عدد ايه؟ اسياخ العمود الفوقاني. في بس مشكله هتقابلنا هنا في التنفيذ. الوصله دي اكيد هتتحط قبل ما انفذ انهي عمود فيهم، العمود اللي فوق ولا اللي تحت؟ اكيد طبعا اللي تحت. طب ساعتها معناه ان انا ينفع التسليح ده يبقى طاير في الهواء كده قبل ما اصب الخرسانه بتاعت العمود التحتاني؟ لا طبعا. لينا كذا طريقه. ممكن مثلا نيجي في الكنات نروح كاين بالظبط لحمين الوصله دي بالكنات بكذا بونت لحام، والكنات نفسها تتلحم بالتسليح بتاع العمود التحتاني برضو بكذا بونت لحام، حاجه خفيفه خالص لحد ما نصب الخرسانه اوكي، والخرسانه تبقى هي اللي ماسكه الوصله نفسها. في ناس ثانيه بتعمل حل ثاني هو مش حلو شويه. ايه هو؟ انه يصب المنصوب الخرسانه لحد بالظبط متر من العمود اللي تحت، وبعدين يبتدي يحط الوصله وبعدين يبتدي يصب تاني. المهم هي ليها حلول كتير. المهم الوصله دي هتتعمل امتى؟ اتفقنا لو لقينا الميل هيزيد عن كام؟ 1:6، والوصله دي عددها نفس عدد اسياخ العمود اللي فوق. طب حاجه اخيره بس، ايه هي؟ في الاعمده او في المباني العاديه اللي هي اللي عندنا المفروض ما هياش شايله مومنت، او بمعنى اصح بنعتبر ان الكونكشن بين الكاميرا والعمود هينجد مش ريجد، لازم نراعي حاجه مهمه. ايه هي؟ ان دلوقتي انت عندك تسليح الكاميرا مكمل وتسليح العمود مكمل. طيب كنات مين اللي هتكمل هنا؟ ما بنعملش هنا تداخل الكنات في الجوين ديت، لا انت هنا كنات العمود هي اللي بتكمل وكنات الكاميرا بتقف. خد بالك دي في انهي كونكشن اللي بنعتبر ان بين الكاميرا والعمود تعتبر الجوين دي هينجد مش ريجد. الكلام ده بيتعمل في العمارات لكن مش في الفرمات. شكرا.